وسلاما لأرض باركتها السماوات، وسلاما لوطن الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصالحات، سلاما لوطن أجمل ما فيه الماضي والذكريات. فهل يأتي الغد تغمره البركات أم بانتظارنا أيام أفغانية صلوات؟ ستتوقف الصواريخ والمسيرات أم تستمر وتختلف المخططات؟ سيرحل المحتلون وستختلف القراءات. كفانا الله وإياكم والبقية شر الأيام الجايات. فسلاما للعراق يا وطنا سلامات، سلاما لشعب أحلامه الخدمات، وسلاما لشعب حي نزعت منه إرادته الحياة وأي حياة، وسلاما لشعب أثقلته خيبات، وسلاما لشعب ما يزال يقدم القرابين والتضحيات، وسلاما لشعب تجمعه وتفرقه مسميات عزايم وزعامات، وسلاما لشعب لا يعول على الانتخابات ويهمه أكثر من ذلك كم لايك والمشاركات والأهم المشاهدات. أي تفاهة تجيب إعلانات، المقصود سيتحسس ويتهمنا بما فيه من عيب وما في الكائنات قائلا ترهات، ويفهمنا الواعي صاحب الضمير الحي من قال أنا لها ماض وآت. دعك من كل ما فات، دعك من سؤداد، دعك من المقدمات، وأخبرنا هل أنت وأنت من أبناء العراق البارين به والبارات؟ هل تدرك حجمك وتعرف قدرك؟ إذن أثبت للجميع أنك ذات ابن دجلة والفرات، وابدأ بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبريات. فمن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر كالأموات. كل ذلك وصداه في صدانا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا في حلقة جديدة من برنامج صدى الحدث، ونرحب بضيفنا الخبير الاستراتيجي الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله دكتور أحمد. دكتور أحمد، إذا ستنسحب 3 وحدات قتالية مع نهاية الشهر الحالي، قبل أن نتحدث حقيقة دكتور أحمد عن الانسحاب الأمريكي بنهاية هذا الشهر ل3 وحدات قتالية أمريكية، يعني هل يمكن لنا أن ومن خلالك بالتأكيد يعني أن نفرق بين القوات الأمريكية القتالية والقوات الأمريكية الموجودة بصفة التدريب والاستشارة وقوات الناتو وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من ناحية مهامها العسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هناك انتقالة في علاقة العراق بالولايات المتحدة، انتقلنا من إطار التحالف الاستراتيجي إلى إطار الشراكة الاستراتيجية، وفي الشراكة الاستراتيجية هناك أفقا أوسع في علاقة العراق مع محيطه الإقليمي بل الدولي، ولذلك إحنا أمام انتقالة يجب أن نوضحها للرأي العام العراقي. يعني تداول مفردة الانسحاب بالحقيقة تحتاج إلى دقة في التوصيف، لأنه الذي يجري هو ليس انسحابا وإنما
هو ترشيق للقطعات وخفض للقدرات. نعم. ترشيق للقطعات على اعتبار أن الوفرة العددية ما عادت مطلوبة في الميدان للحصار العمليات العسكرية والأمنية، ما يقتضي مغادرة هذه الوفرة المتحققة سواء كان في التحالف الدولي أو عند الولايات المتحدة. القدرات القتالية تحقق عنصرين أساسيين. نعم. على المستوى الإقليمي في تسوية تكاد تكون تسوية شاملة. نعم. وهي من مخرجات التفاهم الذي جرى بين روسيا وبين الولايات المتحدة في اللقاء الأخير بين بوتين وبايدن. نعم. وعلى أساسه سيصار إلى أن يكون أمن الطاقة مؤمناً بتعاون إقليمي نواته للترويكا الثلاثية بين. نعم. مصر والعراق والأردن. نعم. كقوة قتالية تشكل نواة لناتو إقليمي، سيؤسس لشراكة إقليمية على المستوى الأمني. نعم. وهو يمهد إلى أرضية لاستيعاب المشروع اللي في تقديري مشروع عملاق وضخم سينقل المنطقة إلى مصاف الدول الكبرى، وهو منظمة غاز الشرق المتوسط. نعم. والتي تتكامل فيها أبعاد الطاقة مع الجغرافيا التي تمتد من البحر الأحمر مرورا بالخليج وعبورا بكل من العراق وسوريا الأردن وسوريا ولبنان وحتى فلسطين وصولا إلى حوض البحر المتوسط. نعم. لذلك أمن الطاقة سيتحقق عبر الترويكا الثلاثية وأمن. نعم. الحلفاء تم تحقيقه في التفاهم أو الاتفاق الذي جرى بين إيران وبين السعودية في إنهاء حالة الخصومة إقليميا والذهاب بالجولة الرابعة باتجاه تبني خيار المصالحة والتوافق الإقليمي. نعم. وهو بالمناسبة مهد إلى أفق واسع دولي. نعم. لأنه بعد التفاهم الإيراني السعودي. نعم. عرضت منظمة شنغهاي عضوية كل من مصر والسعودية وقطر كأعضاء في منظمة شنغهاي. ومنظمة شنغهاي هي ليست منظمة هينة، هي منظمة أوروآسيوية. نعم. فيها يحضر بعد الاقتصاد والطاقة معا، فإذا. طيب. تكاملت مع منظمة غاز الشرق المتوسط فنحن سنتحدث عن رقعة جغرافية ستزدهر بشكل كبير جدا بإذن الله. نعم. طيب، يعني نفهم من كل ذلك دكتور أحمد بأنه البلاد لن تشهد صواريخ تستهدف مطار أربيل الدولي على سبيل المثال للحصر، أو حتى يعني طائرات مسيرة ملغمة، أو قاعدة حرير، أو عين الأسد، أو ما إلى ذلك من التمثيل الدبلوماسي الأجنبي على الأراضي العراقية تحديدا الأمريكي. نعم، المتوقع أن هذه العمليات ستنحصر، لم نقل ستتلاشى. نعم. لا سيما أن إيران، وأنا أجزم بهذا الأمر، قد دفعت باتجاه يعني الجماعات التي توصف أنها حليفة لإيران. نعم. باتجاه عدم تبني خيار المواجهة في العراق على أقل تقدير، فضلا عن أنه ما تبقى من قدرات، لأن احنا قلنا أن هناك مناورة في القدرات القتالية، يعني. نعم. الولايات المتحدة. نعم. سحبت صواريخ الباتريوت. نعم. من ربما من قاعدة حرير وقاعدة عين الأسد، ولكنها أبقت على بطاريات السيرام. نعم. السيرام هي كقدرة ردع جوي. نعم. هي بإمكانها أن تتصدى إلى المقذوفات القصيرة المدى. نعم. أو المتوسطة المدى وكذلك. نعم. لدرون. نعم. يعني عمليا لا يمكن مواجهة الباتريوت الباهظ الكلفة. نعم. لإسكات درون هو واطئ الكلفة أو. نعم. مقذوفات. لكن موقف تلك الجماعات المسلحة دكتور أحمد، أعتذر منك، لكن دكتور أحمد يعني. نعم. مع بدء الحديث عن هذا الترشيق، ما وصفته بالترشيق للوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، كان موقف الجماعات المسلحة التي تطلق على نفسها المقاومة واضحا، ووصفت ذلك بتغيير توصيف على الورق من قوات قتالية إلى قوات تقدم التدريب والمشورة فقط، وما يحصل إنما هو مسرحية. نعم. مع تقادم الأيام في تقديري ستتغير هذه المواقف. أولا بناء على معظم ماذا؟ الفصائل الآن مشاركة معظم الفصائل مشاركة في العملية السياسية، ومعنى ذلك إذا أصبح لها تمثيلا سياسيا فمعنى ذلك هي ستعتمد المناورة السياسية بعيدا عن البعد التعبوي. المسألة الثانية كما قلنا التفاهم الذي جرى في فيينا في اتفاق 5+1 أو الاتفاق الإقليمي
سيشكل ضاغطا من قبل إيران على هذه الفصائل، وهذا الضغط بالمناسبة مستمر، ولكن البعض أراد أن يعقد صفقة أو يجري نوعا من التسوية لأمور سياسية. العمليات ستنحصر، وإذا كانت هناك عمليات ستعاني هذه الجماعات من حالة العزل الاجتماعي والسياسي، فضلا عن أنها ستجد آليات ردع، لأن الحكومة القادمة ستتشكل بتفاصيل بعيدة عن المحاصصة، وبالتالي ستحرك بعد التخصص في المؤسسات المهمة والحيوية والتي توصف بالمؤسسات السيادية كالدفاع والداخلية. فأي مساس بسيادة الدولة من أي طرف كان سيواجه بآليات ردع بما نمتلكه من مؤسسات وطنية. لذلك في تقدير الأيام القادمة ستنحصر مثل هكذا عمليات. والأهم أنه منطقة لم مقدر لها أن تصبح منطقة بعد هذه التسوية الدولية والتسوية الإقليمية، والتي بالمناسبة ستنعكس على تسوية محلية. يعني حتى الخصومات السياسية الآن لو تلاحظون انخفض منسوب التوتر باتجاه الخطاب المتصالح فيما بينه، وهذا طبعا إيجابي على المستوى الاجتماعي والسياسي، ولكن بقدر تعلق الأمر بينه أحسنته ستتجه بؤر الأزمة بعيدا عن منطقتنا، لأنها متجهة باتجاه شمال أستراليا، والأزمة القادمة هي أزمة تايوان والصراع أمريكي صيني في منطقة توصف جغرافيا أنها بعيدة عنا، أي بمعنى أن بؤر الأزمة ستتحرك بعيدا عن منطقتنا، ومنطقتنا التي كانت توصف بأنها مثلث الأزمات ومربع الأزمات في تقديري ستصبح منطقة أمن واستقرار وازدهار بإذن الله. هذا ما نأمله ونرجوه بالتأكيد. بالتالي دعنا يعني نفند بعض المخاوف من خلالك دكتور أحمد، ولا بد أن نطرح تساؤلات مهمة تتعلق بتداعيات ذلك الانسحاب على الأرض. هل سيعطي بالتالي ذلك الانسحاب أو الترشيق ما وصفته بالترشيق فسحة لداعش ليعيد السيطرة على بعض المناطق التي يعني خرجت من قبضته؟ أحسنتم. إحنا بالحقيقة بالفترة الأخيرة الشركات اللي كانت تعمل على صيانة الطائرات، لأنه إحنا في معركتنا مع داعش وبالتحديد بعد تبني خيار أو استراتيجية الردع الأمني التي تحتاج إلى غطاء جوي وتحتاج إلى جهد استخباري، أصبحنا بأمس الحاجة إلى الجهد التقني مقدما على الجهد البشري. فلفترة ما تلكأ برنامج F-16 بسبب انسحاب شركات الصيانة. الآن سنعوض الجهد الفني والجهد التقني بل الجهد الهندسي لطائرات F-16 من موردنا العربي، أي بمعنى أن احنا سنستعير فنيين من مصر والأردن لإتمام هذه العملية وهذا المنجز، وهذه بالحقيقة ستحقق إنجاز كبير جدا بالنسبة للعراق، سيرفع من قدراته القتالية وجهوده الساندة، فضلا عن أنها ستكون بأيدي يعني بتوازنات إقليمية وبأيدي عربية، وستتلاقح الخبرات باتجاه رفع منسوب الكفاءة والمهنية لدى فنيين ومهندسين في هذا المجال. فالتكامل الإقليمي سيصبح هو البديل عن الدعم الدولي، وهذه هي معادلة مهمة جدا. إذا لا سيناريو أفغاني دكتور أحمد، يعني لا سيناريو أفغاني لا سيناريو يمني، أم هناك سيناريو ثالث أكثر إشراقا منهما؟ هناك سيناريو وطني، وهذا السيناريو الوطني معززا بتوافق إقليمي، وإحنا اليوم نتحدث في الحقيقة عن محور عربي سيتكامل اقتصاديا وأمنيا، يكون العراق في عقدة استراتيجية، وبالمناسبة سيكون هناك حضور قوي لدول الخليج في مسألة الإعمار والاستثمار، وهناك حضورا عسكريا لمصر والأردن كجهد موازي للجهد الوطني حتى يتكامل باتجاه رفع القدرات لقطاعاتنا. وبالمناسبة احنا لسنا بعيدين عنهم، يعني في 78 خرجوني الطيارين المصريين، فاحنا سنتكامل مع جسد عربي ومسلم احنا بالأساس متكيفين معه أصلا حتى على مستوى ثقافتنا العسكرية. نعم. أيضا دكتور أحمد، يعني إن كان هناك يعني بعض الدقائق بالنسبة أيضا لذلك الترشيق، إذا هناك دعم إقليمي إيراني لذلك الترشيق حتى يمسي ذلك واضحا، ودعم دولي أيضا للترشيق لترشيق القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.
نعم بالحقيقة هذا التوافق أزال حالة القلق الدولية، نعم. لأنه ولماذا رفعت الولايات المتحدة من منسوب التواجد العسكري والقدرات القتالية والصواريخ الباتريوت، بل بالعكس كانت صواريخ الثاد، نعم. في صحراء الأردن، نعم. وهذه صواريخ تتعامل مع التحديات العابرة للفضاء، كلها بالحقيقة تغيرت وانسحبت من المنطقة بناء على التسوية. خيار الحرب ما عاد موجود، بل الكل يتبنى خيار التصالح، وأنا في تقديري أن التوافق السعودي الإيراني سيزيل كثير من العقبات، منها أزمة الاضطراب القيمي والصراع الطائفي، وإحنا نلاحظ المرحلة القادمة ستكون مرحلة تكامل حتى على المستوى الاجتماعي، وبما أن إحنا نظم ديمقراطية فمخرجات الانتخابات ستكون أكثر وعياً، وعندما يكون الناخب واعي سينتج لنا منتظم سياسي على قدر المسؤولية، وهذا ما نأمل إن شاء الله بالانتخابات القادمة. الخبير الاستراتيجي الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. في جولتنا مع الصحافة العراقية، وكيف تناولت موضوع ترشيق الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، ذكرت صحيفة الدستور تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية العسكرية العراقية مع نظيرتها الأمريكية في بغداد، حيث تم الاتفاق على أن يتم إنهاء عملية تقليص القوات القتالية الأمريكية بنهاية أيلول الجاري كما بينا، كما سيتم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات، إضافة إلى التأكيد على أن قوات التحالف موجودة بطلب من الحكومة العراقية وبحمايتها وبموجب القانون الدولي، ختاما بالاتفاق على عقد جلسات أخرى بخصوص الانتقال من الدور القتالي إلى الاستشاري. تلك المعطيات التي أوردتها الدستور دون تعليق أو تعقيب أثارت المخاوف من أن الفراغ الذي سيولده الانسحاب الأمريكي، أو بعبارة أدق تحول المهمة الأمريكية في العراق من القتالية إلى الاستشارية في ظل إقبال العراق على انتخابات مهمة، ذلك الفراغ ربما سيفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات سيناريوهات ليس أخطرها السيناريو الأفغاني أو اليمني، بل ربما تكون الحالة العراقية متفردة بشكل أعقد وأخطر خلال وبعد الانتخابات المقبلة. تلك حقيقة السيناريوهات قادتنا إلى صحيفة المدى التي خطت بعنوانها الرئيس القول تسريع إجلاء القوات من العراق 3 أشهر عن الموعد السابق، الانسحاب الأمريكي الثاني ينذر بالمأزق اليمني أو عودة داعش في مطلع تقريرها. تقول الصحيفة خروج القوات الأمريكية من العراق سيضع البلاد أمام سيناريوهين اثنين محتملين، الحالة اليمنية أو الأفغانية حسب بعض القراءات المتشائمة. وأعلنت بغداد أن القوات الأمريكية ستغادر بنهاية أيلول الحالي، وهو قبل 3 أشهر عن الموعد السابق. مراقبون وأطراف سياسية حذرت من وقوع العراق بعد الانسحاب تحت سطوة الفصائل أو عودة تنظيم داعش الإرهابي الذي بدأ نشاطه يتصاعد. تكشف الصحيفة أن القوات الأمريكية المتواجدة في البلاد منذ أكثر من 7 سنوات هي قتالية وليست استشارية كما كان يروج لها خلال الأعوام السابقة، ما يعني أن تلك القوات طوال تلك السنوات كانت تقاتل في فرض الأمن وملاحقة داعش، وتحولت الآن إلى مجموعة خبراء سينهي بالتالي ذلك الدور. تسوق المدى رأيا يتبنى فكرة أن الخارجية الأمريكية تسعى إلى التعجيل بسحب قواتها من العراق وسوريا واليمن ولبنان، إما لقرار واشنطن بتقليص اهتمامها المباشر بالشرق الأوسط أو لاحتمالية توجيه ضربة إسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني قبل نهاية هذا العام، وهو سبب التسريع بالانسحاب الفوضوي من أفغانستان وسحب منظومة باتريوت من السعودية والمنطقة للخروج بأقل الخسائر. أما فيما يخص خطورة الموقف فهناك
رأيان اثنان ذكرتهما الصحيفة. الأول يرجح تحول العراق نحو النموذج اليمني بسيطرة الفصائل المسلحة وابتلاعها للدولة، وآخر لا يرى أي خطورة في الانسحاب الأمريكي لأنه عبارة عن إعادة تموضع في المنطقة بموجب معطيات الصراع الإقليمي، وهو ما يعني أن القوات الأمريكية لن تكون بعيدة، لا سيما مع وجود 45 قاعدة أمريكية في المنطقة منتشرة في كل من السعودية، قطر، تركيا، البحرين. غير بعيد عن سياق الانسحاب الأمريكي وقرار تسريعه المفاجئ، أوردت المشرق تقريرا عن موقع أمريكي متخصص في الشؤون العسكرية. يذكر التقرير حقيقة أن هناك ضعفا كبيرا جدا في التنسيق بين حلف شمال الأطلسي ناتو والقوات الأمنية وقياداتها العراقية، ويحذر التقرير من أن ذلك الضعف في التنسيق يمكن أن يقود العراق إلى الحالة الأفغانية. التقرير الأمريكي الذي حمل عنوان خطأ في بلاد ما بين النهرين، الطموحات المتضاربة في مهمة الناتو في العراق، تحدث عن عدم تطابق طويل الأمد بين مهمة الناتو في أفغانستان وواقع الحكومة الأفغانية، مؤكدا أن عدم التطابق موجود في الحالة العراقية، أيضا داعيا إلى تنسيق أفضل مع الحكومة العراقية وإلى فهم منطق القوات الأمنية العراقية بدلا بمجرد محاولة إعادة إنشائها على صورة جيش الناتو. إذن فالتنسيق شبه المعدوم، ومخاطبة الجمهور الغربي والعراقي في آن واحد، وتقديم مصلحة على حساب أخرى، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على الأولويات، ربما تكون أبرز ما قاد العمل الأمني المشترك إلى تلك الحالة الأمنية الخطيرة، وربما يمكن أن تفسر لنا حتى تدهور الأمن المتواصل وحتى هشاشة الاستقرار الأمني، وهو ما يبقي المخاوف حية دائما من تطبيق ذلك السيناريو أو هذا في العراق. بالنسبة لسؤال حلقتنا لهذا اليوم، هل يصب قرار تسريع الانسحاب الأمريكي في مصلحة العراقي أم لا؟ ونبدأ مع منصات تويتر. كانت النسب كالآتي: 41% أجابوا بنعم، و 59% أجابوا بلا. أما بالنسبة لمنصة اليوتيوب، هل يصب قرار تسريع الانسحاب الأمريكي في مصلحة العراقي أم لا؟ وكانت النسب 26% أجابوا بنعم، و 74% أجابوا بلا. إذن وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الحدث، على أمل أن نلتقيكم يوم غد بإذن الله تعالى. تحية لكم في كل مكان، ودمتم بحفظ الله.